مساء الخير يا سنة ستة. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض ملحمة التاريخ اللي احنا كنا واخدينها من شوية من درس اللي فات. فهنكمل بإيه اللي حصل بعد ما دخلت إسرائيل أراضي مصرية وإيه اللي حصل بعدها. درس معنا باسم حرب أكتوبر ملحمة العبور سنة 1973. في الفترة اللي دخلت فيها إسرائيل أراضي مصرية بدأت تحصل حاجة اسمها حرب استنزاف. حرب إيه؟ حرب استنزاف. يعني إيه حرب استنزاف يا بنات؟ يعني دلوقتي أنا مصر مش قابلة وضع إسرائيل على الأراضي بتاعتها، فبدأت إيه تنغوشها، يعني تبعت لها مثلا إيه حاجة تدمر لها، مثلا حاجة عسكرية، مثلا تدمر لها مكان هي مستعمرة، وهكذا. تفضل مصر ايه تلعبها كده شوية حبة بحبة على قد امكانياتها لحد ما تبدأ ان هي تخليهم يستنفذوا كل الموارد اللي عندهم. يبقى في الفترة اللي ما بين حرب 67 وحرب 73 حصلت حاجة اسمها حرب الاستنزاف. دي كانت مصر هي اللي بتعملها ضد ايه اسرائيل. وقد لجأت اسرائيل الى اقامة سلسلة من تحصيناتها العسكرية المنيعة امام الجبهة المصرية. زي ايه بقى؟ زي حاجة اسمها خط بارليف. بدأت ان هي تعمل حاجة اسمها خط بارليف كده، ده وحاجة اسمها ساتر ترابي. ساتر ترابي ده بنات يعني قمة من التراب عالية جدا، ولكن القمة دي تحتيها جبهة اسرائيلية من التحصينات العسكرية، وفيها كل حاجة، يعني فيها كل الالات بتاعتهم وفيها كل المعسكرات بتاعتهم، ده تحت الساتر الترابي. تمام كده. يبقى حصلت من فترة من 67-73 حاجة اسمها حرب استنزاف، واسرائيل لجأت ان هي تعمل خط بارليف والساتر ايه الترابي. طيب ايه اسباب حرب 73؟ قامت حرب السادس من اكتوبر في 73 لعدة اسباب. اول حاجة رفض اسرائيل مفاوضات التسوية السليمة واستمرار احتلالها للاراضي العربية. بدأنا نعمل مفاوضات بيننا وبين اسرائيل، اسرائيل رفضت احنا مصممين على ان احنا ناخد الايه الاراضي دي. 2 تحرير الاراضي العربية التي احتلتها اسرائيل في حرب يونيو 67 وازالة اثار العدوان. دلوقتي مش في اراضي عربية احتلتها اسرائيل؟ طيب احنا عايزين ان ايه نحررها، وكمان نشيل اثار العدوان اللي حصل ايه عليها. انهاء حالة اللاحرب والسلم التي فرضت على المنطقة. عايزين ننهي ايه حالة اللاحرب واللاسلم اللي هي الحاجة اللي ملهاش ايه يعني معنى دي. رد كرامة الجندي المصري والعربي. احنا عايزين بقى ايه نعرف العالم كله ان احنا عندنا كرامة، بعد الناس اللي قاعدة عندنا دي محتلانة واحنا مش عارفين نطلعه. اعادة الملاحة البحرية في قناة السويس. كان ساعتها قناة السويس اسرائيل وقفت كل المراكب اللي داخله واللي خارجه مصر، وقالت لهم احنا مش هنشغلكم، احنا عايزين بقى احنا نشغلها. يبقى تاني اسباب حرب اكتوبر: رفض اسرائيل مفاوضات التسويه السليمه، تحرير الاراضي العربيه، انهاء حاله اللاحرب واللاسلم، رد كرامه الجندي المصري، اعاده الملاحه البحريه في قناه ايه السويس. طب ايه اللي حصل؟ احداث حرب اكتوبر في فترة ان اسرائيل كانت متعنتة، يعني كانت مصممة على ان ما يحصلش اي تفاوض منا وبين مصر، قررت مصر الدخول في حرب لاسترداد اراضيها المحتلة. هنا بقى قرر الرئيس محمد انور السادات ان هو لازم يخش في حرب ضد اسرائيل عشان خاطر يحرر الاراضي المصرية. وتم التنسيق بين الجيشين المصري والسوري. هنا اتفقنا مع سوريا ان انت هتحاربي معنا وان انت ايه هتبقي تساعدينا بإعادة بناء قوتها وإعادة خطط الحرب في سرية تامة. احنا لازم نخش الحرب دي بس في سرية تامة. وفي تمام الساعة الثانية بعد الظهر 6 أكتوبر، وكان في شهر رمضان، فوجئ العالم ببدء القتال على الجبهتين المصرية والسورية. يعني هنا العالم كله ما كانش عارف اصلا ان احنا هنهجم، وفي الوقت ده العالم كله انتشر فيه ان الرئيس انور السادات بيحارب اسرائيل. وهنا
تم تدمير مواقع العدو الإسرائيلي في سيناء، وحصل خسائر فظيعة للإسرائيلي. بدأوا يعملوا إيه؟ بدأوا إن هم يجيبوا زي مواسير مية جديدة جدا عشان خاطر ينزلوا الساتر الترابي اللي هم كانوا عاملينه للمكان اللي كان وراه، عبر الجيش المصري من خلاله إلى سيناء. هنا عرف إن هو يخرج يطلع أو يعبر إلى سيناء. وبعد ما شالوا الساتر الترابي ده، بدأوا التحصينات اللي عاملينها تحت اللي هو خط بارليف، بدأوا إن هم يحطموه، والنتيجة لذلك ارتبكت صفوف العدو وأفقد السيطرة على قواته. هنا بقى إسرائيل اهتزت، لأن كل الموارد بتاعتها كانت تحت الساتر ده. لما اجي افجره لك ولا اجي ادمره لك، طبعا انا هتبرجل. وهنا تدخلت الدول الكبرى، وصدر قرار مجلس الامن الدولي عام رقم 338 بوقف اطلاق النار. هنا يا بنات لازم يكون في حاجة اسمها تدخل الدول الكبرى، في بيبقى لازم كده تنظيم معين كده، لما بيحصل حرب كبيرة تدخل الدول الكبرى تقول لا احنا لازم نوقف النار، اطلاق النار، عشان خاطر نعرف اسباب المشاكل دي. وفقط عليه كل من مصر واسرائيل. يبقى هنا تدخلت الدول الكبرى. مين اللي تدخل؟ الدول الكبرى، وقالت احنا لازم نعمل نصدر قرار مجلس الامن بوقف بوقف اطلاق النار. وهنا الاتنين وافقوا على وقف اطلاق النار، اذا كانت مصر ولا اسرائيل. والزمت مصر بالقرار ولم تلتزم اسرائيل. يعني هنا مصر بقى بعد ما اسرائيل وافقت مصر نفذت، لكن اسرائيل ما نفذتش، وحاولت اقتحام مدينة السويس ولكنها فشلت بفضل تعاون الشعب مع قوات المسلحة. يعني بعد ما احنا وقفنا النار راحت اسرائيل جت تهجم تاني، لكن فشل هذا الهجوم بسبب ان الشعب والقوات المسلحة كانوا واقفين مع بعض. وهنا اصدر مجلس الامن القرار التاني، وهنا نص القرار على وقف اطلاق النار وجميع الاعمال الحربية بين الطرفين. احنا هنوقف كل حاجة. وعودة القوات المتحاربة الى ما كانت عليه يوم 22 اكتوبر، وانشاء قوة دولية للمربع. احنا دلوقتي بقى احنا مش واثقين في حد، احنا هنعمل زي منظمة كده اسمها قوة دولية للمراقبة، هيئة هنراقب مين بيعمل عشان محدش يحارب التاني، عشان محدش يرجع في كلامه ويرجع يحارب تاني. يبقى عملوا اصدروا قرار تاني بوقف اطلاق النار، وهنعمل قوة دولية مراقبة عشان تراقب ان القرارات اللي قالت عليها وقف اطلاق النار خلال اسرائيل ومصر. وهنا انتهت الحرب يوم 28 اكتوبر، واجتمع الفريقين المصري والاسرائيلي لبدء مباحثات تنفيذ قرار مجلس الامن، القرار اللي احنا قلناه من شويه. بدانا احنا نقعد مع بعض مصر واسرائيل عشان نبدا ننفذ القرارات مجلس الامن. طيب عوامل نجاح حرب اكتوبر، عوامل نجاحها؟ 1 الخداع الاستراتيجي اللي عملوا انور السادات، سكت 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 وفجأة راح ضربهم، ده اسمه خداع. العقيدة القتالية، ان مصر كان عندها قوة ومصممة ان هي هتقاتل بقلبها. تاني التدريب المستمر، انا عندي كان بيدربوا جيش مستمر. التعاون العربي، وعندي السرية التامة وقوة الايمان، انا عندي ايمان ان انا هقدر اخرج اسرائيل بره البلد. يبقى 6 عوامل عندي لنجاح حرب اكتوبر. طيب كان لحرب اكتوبر نتائج؟ قال لي كسرنا حاجز الخوف اللي جوانا، كنا خايفين ان هم بقى دول الناس قوية جدا، ازاي هنخرجهم بره مصر. يبقى كسرنا الحاجز دوت. تغيير نظرة العالم للجيش المصري، العالم كله بدأ ان هو يبص للجيش المصري ان هو بانبهار وان هو قوي، تمام، وقد هو يعرف ينفذ ويخطط. القضاء على اسطورة التفوق المطلق للجيش الاسرائيلي، كان في اسطورة او حاجة كده خيالية بين الناس ان اسرائيل دي لا تقهر، محدش يقدر عليها،
فاحنا لما قدرنا عليها بدأت الأسطورة دي تنتهي. استعادت مصر دورها الرائد في المنطقة العربية واحترام العالم للمصريين. هنا بقى مصر بقى ليها دور، وكمان بدأت ان هي تاخد وضعها وكرامتها. اخر حاجة وسوري تاني حاجة عودة الملاحة بقناة السويس، دي كانت حاجة مهمة جدا ومن النتائج المهمة جدا في حرب اكتوبر. عودة الملاحة بقناة السويس تحت السيادة المصرية الكاملة في يونيو 75. ظهور أهمية التضامن ووحدة الصف العربي، بدأنا بقى كلنا نوحد الصفوف العربية. توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، لاستعداد أراضيها المحتلة في سيناء عن طريق مفاوضات. بدأنا نعمل مفاوضات ما بيننا وبين إسرائيل، وعملنا اتفاقية اسمها السلام بين مصر وما بين إسرائيل. وبكده بنات يكون الدرس انتهى، وربنا معاكم، وربنا معاكم في الامتحان. باي باي.